حكايتنا لهذا اليوم أعزائي بعنوان اغسلي يديك أولا. صفاء وصفية توأم متشابهتان في الملامح. صفاء فتاة أنيقة تهتم بنظافة جسمها وملابسها وتعتني بهندامها. تذهب كل صباح إلى المدرسة في أحسن مظهر. أما صفية فلا تهتم بنظافتها وهندامها كثيرا. في يوم عادت الأختان من المدرسة، خلعت صفاء كعادتها ملابس المدرسة وعلقتها في الدولاب، وارتدت منامتها وذهبت لتغسل يديها قبل الأكل. أما صفية فجلست مباشرة إلى مائدة الأكل. قالت الأم: صفية اغسلي يديك أولا. ولكن يا أمي ليس هناك شيء على يدي. قد تكون عليهما جراثيم وأوساخ تتسبب في ضررك. ماما أرجوك أنا جائعة. سحبت صفية طبق الطعام وبدأت تأكل. قالت صفاء: ماما غدا ستنظم مدرستنا رحلة إلى حديقة الحيوانات، وطلبت الأستاذة أن نحضر ماء وأكلا وقبعات واقية. ردت الأم: بإذن الله سأزودكما بما تحتاجان إليه. في الصباح صحت صفاء مبكرة وبدأت تستعد للرحلة. أما صفية فأحست بمغص في بطنها ولم تستطع القيام من فراشها. قالت الأم: صفية يبدو أنك مريضة، سأطلب الطبيب. والرحلة يا ماما؟ يا عزيزتي لا يمكنك أن تشاركي في الرحلة وأنت مريضة. شعرت صفية بحزن شديد عندما ودعتها أختها وتوجهت إلى المدرسة لتذهب مع صديقاتها إلى الرحلة. حضر الطبيب، فحص صفية، كتب لها وصفة الدواء وقال: ربما تسربت جراثيم إلى بطنك. ردت الأم: أكيد يا دكتور. قالت صفية: كم تمنيت أن أذهب إلى الرحلة مع أختي، وأعدك ماما انطلاقا من اليوم سأحرص على نظافة بدني ولباسي وأكلي وكل ما حولي.
صفاء وصفية توأم متشابهتان في الملامح. صفاء فتاة أنيقة تهتم بنظافة جسمها وملابسها وتعتني بهندامها، تذهب كل صباح إلى المدرسة في أحسن مظهر. أما صفية فلا تهتم بنظافتها وهندامها كثيرا. في يوم عادت الأختان من المدرسة، خلعت صفاء كعادتها ملابس المدرسة وعلقتها في الدولاب، وارتدت منامتها وذهبت لتغسل يديها قبل الأكل. أما صفية فجلست مباشرة إلى مائدة الأكل. قالت الأم: صفية، اغسلي يديك أولا. ولكن يا أمي، ليس هناك شيء على يدي. قد تكون عليهما جراثيم وأوساخ تتسبب في ضررك. ماما أرجوك، أنا جائعة. سحبت صفية طبق الطعام وبدأت تأكل. قالت صفاء: ماما، غدا ستنظم مدرستنا رحلة إلى حديقة الحيوانات، وطلبت الأستاذة أن نحضر ماء وأكلا وقبعات واقية. ردت الأم: بإذن الله سأزودكما بما تحتاجان إليه. في الصباح صحت صفاء مبكرة وبدأت تستعد للرحلة. أما صفية فأحست بمغص في بطنها ولم تستطع القيام من فراشها. قالت الأم: صفية، يبدو أنك مريضة، سأطلب الطبيب. والرحلة يا ماما؟ يا عزيزتي، لا يمكنك أن تشارك في الرحلة وأنت مريضة. شعرت صفية بحزن شديد عندما ودعتها أختها وتوجهت إلى المدرسة لتذهب مع صديقاتها إلى الرحلة. حضر الطبيب، فحص صفية، كتب لها وصفة الدواء وقال: ربما تسربت جراثيم إلى بطنك. ردت الأم: أكيد يا دكتور. قالت صفية: كم تمنيت أن أذهب إلى الرحلة مع أختي، وأعدك ماما انطلاقا من اليوم سأحرص على نظافة بدني ولباسي وأكلي وكل ما حولي. Thank you.